طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. جلسة اليوم كيف ما كيعرف الجميع كانت مخصصة من أجل إدلاء السيد وكيل قضائي المملكة بتعقيبه على الجواب ديالنا اللي دلينا به في الجلسة السابقة. المحكمة كذلك مشكورة منحتنا الفرصة للاطلاع على هذا التعقيب أثناء الجلسة وتعزيز الكتابات ديالنا بمداخلات شفوية تروم يعني تصحيح بعض المغالطات التي جاءت سواء في المقال الافتتاحي للدعوة أو في المذكرة التعقيبية. استغربنا كثيرا الاعتماد ديال السيد وكيل قضائي المملكة على بعض الشهادات القضائية التي لا تنسجم ولا تنطبق مع الملف ديال نزيلة الحال لأنه مختلف تماما. المحكمة استمعت لجميع الأطراف ديال الخصومة على قدم المساواة ونعتقد بأن العدالة ستأخذ مجراها ولو ابتدائيا، خاصة وأن حتى السيد وكيل قضائي المملكة سمعته في وسط القاعة صرح بأن المخالفات لا تتعلق بأمور مالية أو اختلاسات أو بل هي مخالفات إدارية، وهذا الأمر هذا كان لابد يتقال لأن الرأي العام روج لمجموعة من الأمور التي لا تمس للحقيقة بصلة. وبالتالي موعدنا يوم 21/10 إن شاء الله من أجل الاستماع لما ستنطق به المحكمة الموقرة واللي في جميع الأحوال خصنا نحترمه سواء كان لصالحنا أو ضدنا. وهناك محكمة ديال الدرجة الثانية اللي كنتمناو نمشيو لها وحنا رابحين إن شاء الله. كيف ما شفتوا دابا عاد في المرافعة يعني حاولنا نوضحوا خصوصا للناس لأن هي المسطرة كتابية، يعني المذكرة كتكون مكتوبة بطبيعة الحال، كاين المذكرة الجوابية ديالنا مكتوبة في الملف والتعقيب ديال السيد الوالي، ولكن كان خصنا ضروري من عملوا توضيح شفوي كيف ما قلت لان هذا السيد هذا راه منتخب، وبالتالي هذاك الناس اللي صوتوا عليه وطلعوه لهذا المنصب هذا يعرفوا علاش هذا السيد هذا باغيين يعجلوه، باش يعرفوا بان لا يتعلق الامر باي اختلاس او رشوه او شيء من هذا القبيل، بل كاين بعض ما نسميوهاش حتى مخالفات في الحقيقه، لان ملي كتشوف تما واحد المجموعه ديال المخالفات اللي يعني كيلوموه عليها راه ماشي من اختصاصات ديالو. كاين كيف ما قلت قبيلتي فيما يتعلق بالرخص ديال البلاتفورم، لا ماشي من اختصاص، راه ملي كتوصلوا للبلاتفورم رئيس ديال المقاطعه راه ما عندوش شي كازيه فيها هذا من اختصاص، كاين رفض ولا قبول كلشي وحده من جوج، ودابا كيتلام لا هذاك حقه من اختصاص ديال الجماعه، ومشيو شوفوا شنو اللي عمل البلاتفورم القائمين على هذا البلاتفورم يزيدوا يعني يزيدوا كازيه اخر في هذا من اختصاص، او هما يراقبوا علاش مشى هذا الملف هذا مشى للمقاطعه مشاش للجماعه، راه ماشي هو اللي كيحدد الاختصاص هذا، البلاتفورم اللي كتحدى وكنجيو كنلوموه اليوم. المهم مجموعه ديال المسائل اللي وضحناها في المرافعه الشفويه اللي الحمد لله المحكمه عطاتنا الاذن يعني نعملوا هذا التوضيح الشفوي، واملنا في حكم يعني انصف هذا السيد هذا مما تعرض له نهار ان شاء الله.